تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى خلال ترأسه جلالته جلسة مجلس الوزراء يوم أمس فيما يخص تشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة. وعليه فقد قررت مملكة البحرين فرض تأشيرات دخول بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها بدءا بقطر التي كانت مملكة البحرين ولا تزال من أكثر الدول التي تضررت جراء سياساتها التي لا تخفى على الجميع. فقد عقد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه اجتماعا بحضور معالي الشيخ راشد بن خليفه الخليفه وكيل وزاره الداخليه لشؤون الجنسيه والجوازات والاقامه. وعلى اثره اصدر معالي الوزير قرارا بفرض تاشيرات دخول على المواطنين القطريين والمقيمين فيها، منوها الى ان الحصول على تاشيره الدخول يستلزم تقديم طلب بذلك وفق التعليمات المعلن عنها على الموقع الالكتروني لشؤون الجنسيه والجوازات والإقامة. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحيلولة دون الإضرار بأمن مملكة البحرين واستقرارها، خصوصا في ضوء التداعيات الأخيرة للأزمة مع قطر وتعنتها وإصرارها على تقوية علاقاتها مع إيران وما يشكله ذلك من تأثيرات سلبية على الأمن الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى أن قطر تأوي عدد من المطلوبين أمنيا، كما سهلت دخول جنسية تمثل تهديدا للأمن الوطني لمملكة البحرين وذلك بإعفائهم من تأشيرات الدخول.